السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للدرس ديال اليوم غيكون بخصوص باترون قميجه بالكمام بوفون، يعني كيجي واسعين ومجموعين من التحت. موديل كيجي زوين وبخاتيك. بالنسبه لهذا القياس اللي غنديرو كيلبس لارج اكس لارج. اول حاجه غنديرو غنحطو خط الكتف، غندير فيه انا 20 ونحد العنق 10، غنهبط هنا 3 سنتيم ونحدد الكتف. شحال غنهبط بالتركيز؟ غنهبط 24، يعني 24 من هاد النقطة، وغنحدو خط ديال السطر. شحال غندير في الخط ديال السطر؟ حيت هو هاد الموديل كيجي اوفر سايز، غندير فيه 29. غنحدد خط الحزام، وغادي نحدد خط الورك. بالنسبه لهذا الموديل انا غندير الطول ديالو 80، كيبقى اختياري، تيمكن لكم ديروا اكثر تيمكن لكم ديروا اقل. بعد ما حددنا الخطوط غنجيو لهاد النقطه وغادي نطلعوا بسنتيم باش غادي نطيحوا الكتاف بهذه الطريقه، وغادي نحسبو من هاد النقطة 20. غنجيو لهاد لابارتي وغن الخط ديال السطر، وغنديرو من هاد النقطة زاوية قائمة، يعني من هنا زاوية قائمة. حددنا دابا طيوح الكسف ديالنا. دابا غادي نحددو الخط ديال السطر. شحال عندي انا في خط السطر؟ عندي كود 29. وشحال عندي هنا؟ عندي هنا 20، عندي قولوا 21، وهنا شحال عندي؟ عندي 24. يعني غادي نهبط من هاد النقطه 24 وغنديرو خط، يعني القيمه اللي عندي من هنا لهنا خصها تكون كتساوي هاد القيمه من هنا لهنا، ودرنا الخط غير باش تكونوا فاهمين. هاد القيمه كتساوي هاد القيمه، مفهوم؟ شحال عندي انا في خط السطر؟ عندي 29. شحال غادي ندير في خط الحزام؟ غادي ندير 29. شحال ندير في خط الورك؟ غادي ندير 31. شحال غادي ندير في خط الشلعي؟ غادي ندير 34. من بعد ما حددنا الكتف غادي نقادو النقط فيما بينهم، يعني غنجي من هاد النقطة وغنمشي الخط ديال السطر، وغادي نمشي الخط ديال الحزام، خط الوراك، خط الشلعي، مفهوم؟ باش تشوفوا لي زيتاب لي درت وكتقادوهم، مفهوم؟ هاد التركيز خصو يكون كيساوي من هنا لهنا نفس التركيز، باش تعرفوا علاش هبط. باش ملي كنجيو نقادو خط السطر ديالنا مع هاد النقطة، كنحدو على هاد النقطة، يعني ما كيبقاش هذا هو خط السطر، كيولي هذا هو الجديد، حيت طيحنا الكتاف بهاد القيمة. هذا هو الباترون ديال القميشة. حدو العنق نهبطو بجوج سنتيم ولا 3، وغنجيو هاد النقطة ونهبطو ب8 ونحدو الأمام. هذا هو الباترون ديال القميشة. شنو باقي؟ باقي الكمام. بالنسبة للكم كنحدو نمددو هاد الخط، ردو البال مزيان، وكنشوفو بشحال هبطنا من هنا بشحال هبطنا من هنا. هبطنا ب5 سنتيم، يعني من هنا لهنا 5 سنتيم. غنجيو للكم وغنحدو القيمة. شحال عندنا هنا؟ عندي 20. عندي واحد المستطيل لي العرض ديالو 20 والطول ديالو 30،
20 والطول ديالو 30. قلنا هبطنا من هنا بخمسة، غنجيو لهاد النقطة وغنهبطو هنا بخمسة. ردو البال، كيقول لي هو هذا الكم ديالنا. هبطنا هنا بخمسة، أنا هبطو هنا هنا بخمسة سنتيم. شحال غادي نديرو فلوسات ديال الكم؟ نخليوها 20، نديرو 18 باش يبان الفرق، باش تعرفو. نحطو الكم ديالنا الفوق. من بعد ما حددنا الكم ديالنا، الكم ديالنا غادي يجي واسع في لي كوطي، وغادي نجمعوه من التحت بلاستيك. يعني غادي ناخذوا هذا الكم وغادي نقسموه على جوج وغنديروا هنا. ملي تشوفوا هذه العلامه تعني مقص. دابا ان شاء الله ملي غندوزوا للفصاله غتشوف الطريقه باش غادي نخدموا الكم، مفهوم؟ هذا الموديل كيجي زوين، فين كيجي في تويبات الخيط، كيجي في هادو دابا التويبات اللي ولاو دابا ديال البرودريت، هما كيجيو زوينين، كيجي رائع في اللبسه. حاولوا تجربوه حتى نتوما. دابا غادي ندوزو ان شاء الله، غنقادو الباترون ديالنا وندوزو ان شاء الله للفصاله باش نشوف طريقه الخدمه ديال هذا الكم كي كتجي. من بعد ما قدينا الباترون ديال القميشه، درنا الكم، درنا الامام والخلف، غندوزو دابا للفصاله. بالنسبه للثوب البنات راه تتكفي متر ونص، تتكون كافيه متر وستين على حسب لاطاي ديال كل وحده. متر وثمانين كتجي بالنسبه للقميشات مزيانه. تنطويو الثوب على جوج كالعاده هكا بهذه الطريقه، وكنعاودو نطويو على وديات على ود الكم. بالنسبه للدوفون كيجي مسدود لوطو و لو دوفون، دونك غنديرو مع الطريقة. هاهو غنفصلو الأمام والخلف، وعاد ندوزو للكمام. هما البنات هاد الموديل كيجي زوين في اللبسة، حاولو تجربوه. تكجي في أي ثوب. ها هو الامام والخلف، نقادو التقويرة ديال الامام. هاهي القميشة، دابا غندوزو للكمام. بالنسبة للكمام تيمكن لك دير جوج حلات، تيمكن لك دير ثلاثة على حسب اتساع الكم اللي بغيتي. أنا في هاد الموديل درت لكم على جوج، غنحلو الكم على جوج. هاهو كنديرو تا هو كنطويو الثوب على ربعة، ردو معايا البال، وكنوسعو بهاد الطريقة البنات. شوفو كون واضح، ملي شقينا الكم كان بهاد الطريقة حليناه وغنوسعو. كتوسع العبار اللي بغيتي ديال الكم شحال ما بغيتي ديال الاتساع، تيمكن لك خمسة، خمسة ستة، تتجي زوينة في الكم. انا نشوف شحال قلت لكم، ستة سنتيم، درت حلة ديال ستة سنتيم، وكنفصلو الكم ديالنا بكل بساطة. تنخلي واحد سنتيم ونص، هاهو الكم. اش كنديرو في هاد الحالة؟ من بعد ما كنجمعو الكتف مع الكتف، لوجع لوجه كالعادة، وكنجمعو هاد لابغتي، كنلصقو الكم. يعني كنجيو نلصقو الكم البنات، كنديرو هاد الطريقة، كيلصق معانا الكم كتشوفو. ولكن كنجيو لهاد لابغتي وكنجمعوها سوا بلاستيك
soit بلي فرانس سواء اون بوند سواء ان بيي باش كتعطي داك الكشكاشه اللي عندنا. دونك هذا ها باش تشوفوا كي كيجي تيجي تا هو موديل زوين بزاف، تيكون توب زوين ولا موسلين ولا انا قلت لكم حتى البرودي كيجي زوين في هاد لي مونش. الا بغيتيو تجربوه باش تشوفوا كي كيجي. هذا هو الكم وكيجي واسع ومجموع من التحت بهذه الطريقه. شي كي كيكون تيكون هكا، بغيتيو تخليوه هكا كتخليوه كيجي واسع سوا زوين، بغيتيو كتجمعوه هنايا بلاستيك رقيق ولا بلي فرونس ولا بان بيي تا هو موديل كيجي زوين. بغيتيو هنا ديرو البيي من نفس الثوب، كنت فسرت لكم كي كنديرو البيي كنفصلو بهاد الطريقة تيكون الثوب تيكون عندنا الثوب هكا وكنفصلو بهاد الطريقة اون بيي. ها هو شتي كي كيبدا يتجبد تا الكوال لي جوب كنبغيوهم كنفصلوهم هكا اون بيي، ومن بعد مثلا نقطعو العباد بيي مثلا 4 سنتيم كنلصقوه لي بغا يديرهم توبو بهاكا كيديرو هما لي بيي، وكتلصق واحد مع واحد وكتلصق به هنايا كيجي فيني كيجي زوين. وما انا غير هو كيتخيط معاه وكيجي فيني من هنا ومن هنا بهذه الطريقة، وكتجي الخدمة مفيه. نتمنى تجربوا هذا الموديل، بغيتيو تجمعوه بلاستيك من التحت جمعوه، بغيتيو تخليوه هذا واسع حتى هو راه كيجي زوين في اللبسة تيجي زوين وبصحة وراحة.